مدام أمل، يعني النهاردة اليوم كان أكتر من رائع. تنظيم النهاردة أكيد ما كانش من يوم وليلة، أكيد كان في وقت كبير جدا قعدتوا تنظموا ما بين يعني الإمارات ومصر. طبعا في البداية أحب أشكر جميع القنوات الإعلامية والإعلام المصري بالكامل، حتى الشباب المصري اللي ساعدونا اليوم في الحدث. أحب أشكر على رأسهم سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رعايته هذا الحدث، ويمكن احنا أحداثنا جت بعد الكنيسة. طبعا حسن الله عزاكم وإن شاء الله تكون آخر الأحزان من ناحية الإرهاب. طبعا هذا نوع من التحدي إن نسوي في أقل من أسبوع من الإرهاب وإن ننجح، وإن هاي رسالة توصل إن مؤسس دولة الإمارات واللي يحمل اسم ماراثون زايد دائما خيره وإنسانيته موجودة في كل مكان، وفي نفس الوقت إن ما زال مصر فيها امن وسلام والكل يدخلها لان هي قلب الامه العربيه. اكيد مدام امل، يعني النهارده احنا بنتكلم ان ده الموسم الثالث، واكيد يعني ان كان في يعني تقدم كتير من الموسم الاول والثاني والثالث، واكيد ان احنا كمنظمين استفادوا جدا من الموسم اللي قبل كده. طبعا كل سنه تزداد ان يعني احنا هدفنا ان ننشر حتى ثقافه الرياضه في الدول في العالم، يعني من دوله الامارات بهالماراثون. طبعا احنا في ثلاث قارات، قاره امريكا وقاره اسيا وحين في افريقيا، ونجاح ورا نجاح اكيد، وسنه بعد سنه حتى وزاره الشباب والرياضه من سنه لسنه يبهروننا بتنظيمهم. اتمنى التوفيق لهم كلهم، وكل الشكر موصول لمعالي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على اهتمامه، وجميع الوزارات، وزارة الصحة ووزارة الدفاع.